الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في تحليل مباراة الرجاء ضد نهضة بركان، المباراة عرفت واحد احتجاج على التحكيم من طرف فريق الرجاء البيضاوي، واللي الحكام كان يعني ما كانش يعني في المستوى ديال المباراة اللي كانت يعني مباراة القمة، واللي عرفت واحد التفوق ديال الرجاء البيضاوي على نهضة بركان بإصابتين لصفر. الملاحظ أصدقائي أن فريق الرجاء الرياضي يعني بدأ يبان على الوجه الحقيقي ديالو والوجه المعهود، يعني بعد الانسجام الواضح بين اللاعبين، واللي الرجاء كيبين على أنه قادم بقوة للمنافسة على اللقب ديال البطولة الوطنية. يعني المباراة كان فيها يعني كانت فيها سيطرة واضحة لفريق الرجاء البيضاوي باللاعبين ديالو، اللي المدرب قام بواحد العمل جيد وعمل كبير، يعني كان تأني ديال المدرب وخدم بشوية عليه باش يلقى التوليفة يعني اللي غتمثل الرجاء الرياضي هذا الموسم. يعني كنشوفوا اللاعبين اللي كانوا يعني المستوى ديالهم كان ضعيف، يعني بداو كيبانوا انهم لاعبين الان، يعني بينوا الشراسة ديالهم وبينوا انهم باغين يحملوا القميص ديال الرجاء الرياضي، اللي عرف لاعبين كبار يعني واللي مثلوا الكرة القدم المغربية يعني في المحافل الدولية. اللي عجبني انا في المباراة هو اللاعب خابة قام بواحد العمل كبير في الضغط على الخصم، يعني يعني خدم بواحد الخدمة اللي صراحة خابة غادي كي يثبت القدرات ديالو مع فريق الرجاء البيضاوي، وغادي يقول الكلمة ديالو في المباريات القادمة. يعني لاحظت الهدف الثاني، شو العمل اللي قام به اللاعب خابة، والهدف الرائع ديال اللاعب زريدة اللي كيتعتبر من أحسن الأهداف في البطولة هذا الموسم. يعني فيه لاعب جماعي، فيه يعني فيه لوجو كوليكتيف، فيه اللاعب ديال الرجاء الحقيقي بدا كيبان، واللي كنعرفوه قديم هي التيكي تاكا ديال الرجاء بدات كتبان. لاحظوا أن بعض اللاعبين كانوا صراحة كانوا محقورين، وبداو كي يعني بداو كيثبتوا المكانة ديالهم مع هذا المدرب. حيت لما شوف راه عندك مدرب، عندك فرقة، مدرب كيدير بزاف ديال الحوايج، المدرب يعني طبق العدل، راه اللاعبين بداو كيثبتوا وبداو كيثبتوا على المكانة ديالهم بشكل واضح في صفوف فريق الرجاء الرياضي. كنشوفوا انا ان الهدف الثاني والطريقة باش جا الهدف الثاني يعني طريقة رائعة رائعة جدا، يعني ما كيش داك التخربيق، وما كيش داك يعني الانسجام ولا واضح بين اللاعبين. اللاعب يسري بوزوق وكأنه لعب في الرجاء منذ صغره، يعني ملي كان صغير بحال هذاك رجاوي، هذاك تخلق باش يلعب في الرجاء، يعني هو امتداد ديال واحد اللاعبين اللي هما عبد الرحيم الحمراوي، يعني بداية من عبد الرحيم الحمراوي وصولا إلى اللاعب يعني اللاعب متولي، يعني كنشوفه لا متولي ولا مستودع ولا اللاعب، فهذا من طينات هاد اللاعبين الكبار اللي لعبوا في الرجاء. ف يعني بعض اللاعبين كأمثال زريدة بدا كي وخا بقى ما وصلش لذاك المستوى اللي مطلوب منه باش انه يكون واحد يعني يكون هو صانع العاب ديال الرجاء الرياضي، يعني راه لحد الان راه غادي كيتطور في تطور مستمر، يعني كون ما تعطلش بان يعني يعني كان لعاب عنده كيلعب في مراكز كثيره، يعني يكون بقى في هذا البوست من الاول ديالو غادي يكون في احسن مستوى لحد الان على المستوى مقارنه على المستوى اللي فيه دابا. يعني وسجل هدف يعني من الروعه مما يكون، سجل هدف فيه التكنيك، فيه المهارة، فيه بزاف د الحوايج، يعني وضربها بواحد الطريقة اللي الحارس تجبد تاعي وما شدهاش.
وهذا راجع لان اللاعب كيصبر على راسه تيخدم على راسه. فالمطلوب من بعض اللاعبين انهم يخدموا على راسهم، بعض اللاعبين ما كيخدموش وكيتحبطوا بواحد الطريقه سريعه. الاصرار على انك تثبت الوجود ديالك، خصك تخدم وخصك تكون انك يعني تكون مصر على انك تثبت الوجود ديالك باش يمكن لك تلعب. الهدف الثاني اللي سجلوه اللاعب، يعني الظهير الايسر ديال فريق الرجاء الرياضي، سجلوه بواحد الطريقه ديال اللاعبين الكبار. وكما سبق لي وتكلمت على هذا اللاعب، فكيبان من الواضح على ان هذاك اللاعب يعني عنده ما يقول يعني في رجليه صراحة، وغادي يقول الكلمة ديالو في المستقبل. وماشي بعيد انه يحمل القميص الوطني، ماشي بعيد، لانه لا زاد خدم اكثر من هذا الشيء، فيمكن انه يكون امتداد ديال بعض اللاعبين، يعني كخالد موساليك وكاللاعب اللي ولا رضوان الحمار ولا اللاعب اللي دازوا في الرجاء، ولا صابر حتى هو اللي لعب في الرجاء وكان يعني ظهير ايسر كان ممتاز في الرجاء. يعني بعض اللاعبين واخا الناس الذاكره كتنساهم، ولكن القليل من الناس اللي كيتفكروا هاد اللعابه. فلاعبين كبار وحملوا هذا امتداد ديال هاد اللاعبين، فكما كنقولوا خلق ليلعب للرجاء حتى هو. يعني صراحه تفرجنا في مباراة ممتعة، مباراة شيقة، عندها واحد الإيقاع اللي كان سريع، كاين تمريرات، يعني كاين لي زيندو، كاين بزاف ديال الحوايج اللي كانوا غائبين على التركيبة البشرية ديال الرجاء، وما كانوش كيقوموا بها لاعبين. الآن بدينا كنشوفوهم وكنشوفوهم، يعني حتى الملعب حتى هو ساعد على أن المباراة تكون في ذاك المستوى العالي، يعني بواحد الريتم اللي كان شيق. ما سخيناش بان المباراه انها تسالي، بغينا المباراه انها تبقى خدامه ونبقاو نتفرجوا صراحه، لان الرجاء فرجتنا وهداو لنا طبق كروي جميل. فبحال هذه المباراه بغينا نشوفهم باستمرار، يعني فما بالك ان المباراه كانت مثلا في الثامنه، يعني ديال في الثامنه مساء، غتكون كثار ما رغم ان لعبنا مع لعبه الرجاء مع الربعه. يعني المباراة كانت يعني مع الربعة كنشوفوا ان اللي كانت مباراة تحت الاضواء الكاشفة غتكون مباراة يعني ممتعة اكثر من هذا المستوى. الرجاء الان كيحط رجليه، يعني بدا كي يعني المعالم ديال التشكيلة الرسمية بدات كتبان، اللهم بعض الترميمات اللي باقيين في الرجاء خصهم يكونوا. اللاعبين الان بداو كيطمئنوا، بداو كيلقاو نفوسهم في الرجاء، غادي يزيدوا مازال يخدموا اكثر، ما غتشوفوا الرجاء مستقبلا اكثر من هذا المستوى اللي عليه دابا. يعني مع بدايه البطولات الافريقيه غتشوفوا الرجاء في واحد المستوى اللي هو عالي وعالي جدا. كنا كنعرفوا ان الرجاء اللعب ديالها كيدير، يعني كل شيء كيعرف الرجاء انك تحط كره في الارض وكتبعت لها ضربه ضربه. الحكام خص يبذلوا مجهود كبير، وخاصنا حكام يعني في المستوى ديال الحدث بحال هاد الماتشات، خاصهم حكام يعني في المستوى باش ما يوقعش هذاك التشنجات وما تبقاش هاد المشاكل، باش خاص حكام في المستوى. المباراة كذلك ديال يعني ديال اليوم، يعني عرفات واحد الايقاع اللي سريع وسريع جدا، وكنتمنى على ان المباراة تكون في نفس المستوى المباراة الجاية. والرجاء الان كيكسب 6 نقاط من المباراتين اللي غتحطوا في الصفوف الاماميه ديال البطوله، والاكيد ان المباريات القادمه ومباريات القمه غتحسم يعني بشكل كبير يعني المستوى ديال الرجاء، ولا كذلك المستوى ديال الجيش الملكي، ولا مستوى ديال الفتح الرباطي، ولا المستوى ديال الوداد الرياضي. فهاد الفروق يعني بداو كيبانو 4 فرق اللي غتنافس على البطولة وغتنافس على اللقب هذا الموسم. وكنتمنى الجميع يعني انه يتفرج في طبق كروي، يعني في المستوى اللي لعبت به اليوم الرجاء في المباريات، ولا الجيش حتى هي لعبت واحد المباراة يعني تكتيكية في المستوى. فبغينا نشوفوا بحال هذه المباريات في البطولة واللي ترتقي للكرة القدم الوطنية، وكذلك كرة القدم يعني على مستوى ما أنجزه المنتخب الوطني في كأس العالم ووصوله إلى نصف النهائي ديال كأس العالم قطر 2022. كنتمنى لكم يعني تشوفوا مباريات جيدة في المستقبل، وشكرا.